النهارده المحاضره دي هتبقى اخر محاضره بالنسبه لمعالم الشار، هيبقى اعتقد انها محاضره كمان، وبعد كده هيبقى في امتحانات في 7 ان شاء الله هتبقى الامتحانات. الامتحانات احنا بكرر برضو كل مره بقول الامتحانات من المحاضرات العمليه اللي احنا قدمناها لكم في المعهد، تتعلق بشخصيه المحامي، تتعلق بشخصيه المحامي، تتعلق بشخصيه المحامي ماشي، وتتعلق بالموضوعات اللي احنا بنمارسها في مهنه المحاماه، او تتعلق بمعنى ادق بكيفيه ممارسه مهنه المحاماه علما وعملا، علما وعملا. وطبعا احنا الكلام ده قلناه كله، قلنا كل حاجه، كل التخصصات وكل موضوعات القوانين قلناها عملي في المعهد، وكان اللي بيقولها ناس عندهم خبره وممارسين لمهنه المحاماه، وفي ناس موجوده طبعا اساتذه محامين برضو موجودين. فاحنا نسترجع اللي فات من اول محاضره لحد اخر محاضره، هتلاقوها طبعا على اليوتيوب موجوده وعلى موقع النقابه، وفي محامين طبعا كاتبين في المحاضره كلها ومسجلين على التليفونات. ليه؟ لان الامتحان هيجي من كده، انا مش هجيب سؤال يقول لك تكتب لي الاجابه صفحتين، لا، ده انا عايز اترافع، عايز اطعن على الحفر، عايز ادفع مذكور، عايز ارفع دعوه، عايز اعمل اعلان، عايز اترافع في جنحه، عايز اشوف حالات تلبس ايه عشان نقدر يعني. كل ده هي دي المحاماه. اتعامل ازاي مع المحكمه؟ اتعامل ازاي مع الحاكم؟ اتعامل مع زمايلي ازاي؟ دي اهم حاجه، خلي بالك، اتعامل مع زملائي ازاي؟ لان انا محامي محترم على خلق وعلى علم وادب واحترام، وده بقى هو راس مال المحامي. قلناه برضو، قلنا قانون المحاماه تشوف ليك ايه وعليك ايه. قانون المحاماه ده قانون خاص بالمحامين، تعرف من اول قيدك في الجدول العام لغايه ما قيدك الابتدائي، وتشوف بقى الامور العامه بالنسبه ليك ايه، ايه اللي ليك عند النقابه وايه الالتزام اللي عليك للنقابه. ليه؟ لان النقابه دي المؤسسه او الدوله بتاعتنا، الموظف تبع الحكومه، احنا تبع النقابه، احنا تبع احنا المؤسسه بتاعتنا النقابه، والنقابه مسؤوله مسؤوليه كامله طبقا لقانون المحاماه على المحامين الممارسين والمشتركين في الجمعيه العموميه. ده بايجاز شديد احنا قلناه وترجعوا له، وهو امور سهله جدا. فعلشان كده انا بقول المحاضره ما نضيعش منها دقيقه تاني بقى، لان هنتكلم النهارده معالم الشرع هيتكلم، بس عايزين نصمت، ومعاليه هيتكلم في موضوعات وبالراحه ونفهمها كويس قوي، واللي عايز يسال او عداه موضوع عايز يفهمه كويس زي حالاتنا كده يسال، وهيسال بنظام عايز يكتب سؤاله ويجاوب عليه، لان النهارده اعتبروا المحاضره دي عملي، اعتبروها عملي.